للسنة الثالثة وبنجاح كبير تعود البيربل كاربت لتستقبل مئات الستارز اللي وصلوا من العالم كله عشان يشاركون ويتكرمون في الجوي أوردز في الرياض. وطبعا كاميرا زهرة الخليج كانت موجودة بين السليبرتيز اللي منهم يحضر لأول مرة. الأجواء روعة، مستوى عالمي فوق الخيال. مبسوطة كتير أني موجودة هون لأول سنة، وإن شاء الله للسنين الجاية يا رب. جوي أوردز جوي is very joyful. أول مرة جوي أوردز، أول مرة السعودية والرياض، وحقيقي سعيد باللي أنا شايفه بالمجهودات المعمولة. والله أجواء رائعة، الجمهور موجود بكثرة وبحفاوة ومبسوطين بينا، وإحنا فرحانين إن إحنا في الرياض لأول مرة بالنسبة لي أكون في الجوي أوردز. ومنهم أيضا من اعتاد على المشاركة. طبعا مش أول مرة أجي السعودية، أنا الحمد لله بيجي على طول في موسم الرياض. طبعا أنا ابن المكان وأنا صاحب المكان وأنا المستضيف، لكن أنا فعلا سعيد جدا بهذا التجمع. فرحة الفنانين كانت واضحة وكل واحد منهم عبر على طريقته. والله مبسوطة قوي والحدث تحفة، وعمال أشوف كل النجوم صحابي الجامدين جدا، ففرحانة قوي، ويا رب إن شاء الله كل الناس اللي فايزة تبسط، والناس اللي مش فايزة برضه هم كده كده كسبانين. اليوم اللي قاعد يصير في المملكة العربية السعودية هذا فخر للجميع. تنظيم، اهتمام، حرفية عالية، فايبس بيطيروا العقل، يعني ما شاء الله ما شاء الله عن جد بياخد العقل. كنا هيك حريصين انه نتابع المهرجانات العالمية، هلأ صرنا براود بنمشي على السجادة والأنظار العالم موجودة بالمملكة العربية السعودية على الجوي أورد، ونجوم العالم موجودين هون. أنا مبسوطة كثير صراحة. دائما وأبدا مبسوطين في الجوي أورد، كل سنة يصير هنا في الرياض، يعني دائما وأبدا مبسوطين، وإن شاء الله إلى ما لا نهاية. حدث استثنائي، تنظيم رائع، حضور أروع، نجوم كبار عالميين عرب، حاجة ممتعة صراحة. نحن هلأ موجودين بحفل، أضخم حفل عربي جوي أورد، من خلاله عم نقدر نشوف نجوم منحبهم ومنتبعهم، وهذا أضخم إذا بدك حفل درامي أنا عشته. أما لطيفة ولو أنها ما كانت تنتظر أي تروفي، حماسها كان جدا كبير. أنا مجرد أني وقفت على مسرح المملكة لأول مرة وغنيت في جامعة الملك الأميرة نورة وفي تريو نايت، هذا أكبر تكريم لي أني أنا أكون موجودة في وسط الجمهور السعودي. طبعا الجميع كان بكامل أناقته ديسبايت البرد. بس لا أشوى الجو حلو، يعني كنا مخترعين أنه يكون برد، لا بس حلو، يعني جو وايد حلو، بريدات نسميها. والأناقة ما كانت إكسكلوسيف على النساء فقط، فشوفوا محمد الشهري. هذه القطعة مستوحاة من المها العربي زي ما انت شايف، أكثر من لاير. هالقطعة اللي داخل هذه اسمها بشاية، بشاية مأخوذة من البشت والعباية والصاية. دائما أكون حريص أنه ألبس شيء يمثل محمد الشهري. المهم الكل كان موجود، ولكن تتوقعون راح يدعمون من؟ أنا كده كده هسقف وزغرت على طول. والله راح زقف لهم كلهم، لأنه كلهم زمايلي وبحبهم وبحترمهم وبتمنى لهم كلهم التوفيق والنجاح. بس مشجع منى زكي قوي، معروف عني اني صدري رحب في الحاجات دي، وبحب اساند زميلاتي وكلهم ممثلات فعلا كبار. مثل ما شفنا الفنان مروان خوري واللي كان موجود لاسباب تشبهها. عندي مشاركه اغنيه اكيد، ومع صديقي البيانو. مروان غنى في الحفله اللي توزعت خلالها الجوائز للفنانين عن عده كاتيجوريز: جائزه شخصيه العام للممثله صوفيا فيرغارا، جائزه صناع ترفيه الفخريه لميل جيبسون. شكرا as you say and this is really beautiful I know just where to put it. احمد حلمي، منى زكي، حياه الفهد، سعاد عبد الله، ونوال الكويتيه. ابي اقول شكرا للمملكه العربيه السعوديه. جائزه الفنان المفضل فكانت للفنان عبد المجيد عبد الله. افضل مطربه انغام. الممثله المفضله للمسلسلات نادين انجيم. شكرا كثير، كانت مفاجاه كثير حلوه. الممثله المفضله للافلام هند صبري. احمد عز نال جائزه افضل ممثل عن فئه السينما. انا بشكركم جدا جدا. وغيرها من الجوائز والفائزين. الكل كان يحس بالجوي، لان بكل بساطه هذا انعكاس الجوي اووردز على الجميع. والحقيقه جهودكم مثمره انتم والقائمين، كذلك في المقام الاول القائمين عليه هيئه الترفيه. انا اليوم سعيده جدا، وانا حاسه اليوم احنا في فرح عالمي موجود في السعودية، وإحنا نستاهل كل خير الحمد لله. ومن زهرة الخليج نقول مبروك للفائزين، ونشوفكم السنة الجاية. أنا مبسوط جدا أن أنا معاكم على الشاشة بتاعتكم. تابعوني في زهرة الخليج، محمد عبد الرحمن. مرسي يا قلبي.